كابتن ماهر، طبعا يعني خلينا نتكلم طبعا زي ما احنا متعودين وبنحلل وبنتكلم دايما بمصداقيه. المباراه اللي كانت بين الاهلي وسيمبا على ارضهم لم تكن الافضل، في فرص ضاعت، كان ممكن نخلص الجيم من الشوط الاول، ايوه. طب الوضع ده هيستمر معانا بقى في العوده ولا لا؟ بالعكس هتظهر بصوره افضل وسط جماهيرك، عوامل افضل، يعني لما تيجي تحسبها بالورقه والقلم تقول الحمد لله انها عدت على كده بهذا او هذه النتيجه، بس نعوض بقى هنا. رايك ايه؟ زي ما تفضلت كده نهاوند وقلت ان هي مباراه الحمد لله طلعت مباراه ايجابيه بالنسبه لنا، النتيجه يعني شبه عادله، لكن كانت ممكن تتغير اكتر لصالحنا في الشوط الاولاني، وضياع الفرص اللي هي الحدوته بقى اللي احنا يعني اتكلمنا فيها تكرارا ومرارا في فترات كثيره جدا، ضياع الاهداف السهله. يعني كان ممكن ضياع البطوله في موسم المواسم. بالظبط كده طبعا. يعني ممكن الشوط الاولاني كان يخرج مثلا لصالح النادي الاهلي بثلاث اهداف، وخصوصا ان الحته اللي قدامنا اللي احنا بنعتمد عليها الهدافين اللي موجودين في صفوف وتشكيله النادي الاهلي هم اللي بيضيعوا لنا الاهداف. يعني بتستاو ما كانش فرصه وفرصتين كان ممكن يقدر يغير لنا شكل المباراه وشكل النتيجه، لكن هو كده بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق في اوقات كثيره جدا خصوصا للمهاجمين. طبعا قبل المباراه كان عندنا بعض الغيابات المؤثره، يمكن قبل الهوا كنت بتكلم مع كريم بتكلم معاكي ان بعض الغيابات المؤثره بشكل كبير جدا وخصوصا في خط الظهر، عندنا عنصرين مهمين جدا، علي معلول بظروفه عدم يعني بعد الحاقه يعني الحاق الفريق ظروفه خارجه عن ارادته يعني بصراحه يعني بالنسبه للطيران. والكدمه اللي حصلت لمحمد عبد المنعم اللي هو ما قدرش ان هو يلعب المباراه والراجل فضل ان ريحه. يعني مش عارف الى اي مدى هتتفق معايا او تختلف في التفصيله دي، النقطه اللي حضرتك ذكرتها دي بالتحديد، هو احنا مش المفروض ان احنا دلوقتي عندنا بدل السكواد اثنين بالزبط. يعني المفروض اللي يغيب ما نحسش قوي بغيابه بالظبط، لكن في حاجات اساسيه يا كريم، يعني في عناصر مؤثرين زي علي معلول زي محمد عبد المنعم في خط الظهر، ودول قوتين ما بنقللش من قيمه المجموعه الاخرى زي ما انت تفضلت كده وقلت ان احنا عندنا ما شاء الله بدل الفرقه فرقتين وبدل البديل اثنين وثلاثه طبعا، لكن في حاجات بتبقى يعني زي ما بتقول في ناس موجوده زي رمانة الميزان يعني قواعد اساسيه، خصوصا لما بيتكلموا على يعني استراتيجيه الفريق او تكوين الفريق، بيبقى في قاعده موجوده من تحت لقدام منها قلبي الدفاع والظاهرين. يعني بيقول لك ان لما يحصل يعني عدم وجود عنصر او اثنين في القاعده دي بتاثر يعني بتسمع في الاداء بالظبط يعني. وبعدين كمان الجزء الامامي كراس الحربه واللعيب المحور او لعيب ثمانيه، وامام ما كانش موجود برضك من ضمن اللعيبه اللي اثرت معانا بشكل كبير برضك، موضوع راس الحربه. يعني لما تيجي تتكلم على القواعد الاساسيه اللي بتعتمد عليها الاربعه على خط الظهر، اذا كان في عنصر في نص الملعب وعنصر مثلا في راس الحربه، ده اللي انت بتقدر تعتمد عليهم بشكل كبير جدا في تشكيله الفريق وقوام الفريق. فالنهارده لما عندك خبرتين بهذا الشكل مش موجودين في خط الظهر، ده بيأثروا مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. يعني معلول بيأثر مع منتخب تونس، محمد عبد المنعم بيأثر مع منتخب مصر. وانا كنت لسه بتكلم بقول بقى عندنا مشكله في الحته بتاعت قلبيه الدفاع دي، يعني ما بتطمنش زي الاول. يعني في منتخب مصر حجازي يمكن مصاب، الونش في الزمالك مصاب مقصر بشكل كبير، ادي محمد عبد المنعم كمان الثالث بتاعهم مأثر بشكل كبير، لكن ده ميقللش من قيمة الموجودين. وفي نفس الوقت كمان احنا كان شوط جيد جدا بالنسبة لنا من ناحية التشكيلة، من ناحية الأداء، من ناحية أضاعة الفرص لنا ضرب الجزاء، ثم طبعا جول رضا سليم اللي أنا بعتبره راجل المباراة. يعني رضا من ضمن اللعيبة اللي تحس بيها كريم إنها غيورة، تحس بيها إنه بيأدي داخل مصر وخارج مصر، له شخصية على جودته كلاعب بالظبط. فهو من الاختيارات الجميلة اللي مستر كولر بصراحة قدر يضيفها بشكل كبير على التيم، هو وإمام، وشفنا تأثيرهم. يعني الاثنين لما موجودين بيعملوا لنا حيوية ونشاط بشكل كبير جدا في أداء النادي الأهلي.